خليني ابدا مع حضراتكم دلوقتي جولتنا في اسعار صرف العملات، والنهارده هنبدا طبعا من الدولار الامريكي وسعر البيع 18.59 جنيه، وسعر الشراء 18.51 جنيه. اليورو سعر البيع 20.26 جنيه، و 20.16 جنيه للشراء. جنيه استرليني 24.28 جنيه للبيع، و 24.16 جنيه للشراء. فرانك سويسري 19.62 جنيه للبيع، و 19.52 جنيه للشراء. اليوان الصيني 2.88 جنيه للبيع، و 2.87 جنيه للشراء. ريال سعودي 4.95 جنيه للبيع، و 4.93 جنيه للشراء. دينار كويتي 60.96 جنيه للبيع، و 60.60 جنيه للشراء. درهم إماراتي 5.06 جنيه للبيع، و 5.03 جنيه للشراء. دلوقتي متوسط أسعار الذهب النهاردة هنعرفكم عليه، وعيار 18 سجل 934 جنيه، عيار 21 سجل 1090 جنيه، عيار 24 سجل 1246 جنيه، والجنيه الذهب وصل ل 8760 جنيه. بالنسبة بقى لحالة الطقس النهاردة هاخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، في نشاط رياح وفي شبورة خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. كمان في فرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 31 درجة، وأعلى درجة حرارة تكون في أسوان 37، وأقل درجة حرارة تكون في مطروح 23 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية، لكن خليني أرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت علشان نكمل معاكم فقرات صباحيه مصر. شكرا ليكي يا دينا، وكمان كل سنه وانت طيبه بمناسبه شم النسيم، يعني العيد اللي بيحتفل بيه المصريين من 5000 سنه بالظبط. شكرا ليكي، كل سنه ومصر كلها بخير. كل سنه وانت طيبه.